طقس بارد في شمال المملكة وفرصة أيضا لزخات متفرقة من الأمطار بمشيئة الله وانخفاض على درجات الحرارة وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل. أعزائنا متابعين طقس العرب في المملكة العربية السعودية، أسعد الله مساءكم. من المتوقع بمشيئة الله أن تبقى الأجواء باردة في المناطق الشمالية من المملكة ومعتدلة في باقي المناطق من المملكة خلال ساعات الباقية من هذه الليلة. أما في يوم الغد وكما نشاهد هنا من خرائط الهطولات المطرية الباردة لدينا في مركز طقس العرب، من المتوقع بمشيئة الله مع ساعات الصباح الباكر تحديدا وساعات المساء من هذه الليلة أن يكون هنالك فرص لزخات من الأمطار على المناطق الشمالية وأيضا الشمالية الشرقية من المملكة خلال ساعات الصباح الباكر تحديدا، ولا يستبعد أن تكون هذه الزخات من الأمطار في ساعات الصباح مخلوطة ببعض الثلوج في المناطق من الحدود الشمالية بمشيئة الله، وتبقى الأجواء معتدلة في معظم المناطق. أما يوم الأربعاء متوقع أن ترتفع درجات الحرارة في المناطق الوسطى وتحديدا في العاصمة الرياض، تصل إلى أن تصبح 30 درجة مئوية في ساعات النهار، ولكن يوم الخميس متوقع أيضا أن يكون هنالك انخفاض آخر على درجات الحرارة لتنخفض 10 درجات مئوية دفعة واحدة في العاصمة الرياض. لذلك وجب التنبيه من الانخفاض والارتفاع الحاد في درجات الحرارة ما بين يوم وآخر بمشيئة الله. في هذه الليلة في العاصمة الرياض الأجواء كما نشاهد هنا صافية، درجة الحرارة تصل إلى 12 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 22 كيلومتر في الساعة. وفي ثلاثة أيام القادمة وتحديدا في العاصمة الرياض، يوم الثلاثاء 26 درجة مئوية، يوم الأربعاء 29، وهنالك أيضا انخفاض حاد كما نشاهد يوم الخميس من 29 إلى 19 درجة مئوية. لذلك وجب التنويه من هذا الانخفاض. وأيضا في ساعات الليل تتراوح درجات الحرارة ما بين، وهنالك انخفاض تدريجي على درجات الحرارة الليلية من 17 إلى 13 إلى 11 درجة مئوية في العاصمة الرياض. ومن العاصمة الرياض ننتقل إلى باقي مناطق المملكة لمعرفة درجات الحرارة في يوم الغد، ونبدأها من سكاكا 14 إلى 5 درجات، فرص للأمطار في عرعر من 11 إلى 6 درجات، وفي تبوك أجواء مشمسة بمشيئة الله من 17 إلى 6 درجات في ساعات المساء. في مكة المكرمة من 27 إلى 16، في الطائف من 22 إلى 14، في المدينة المنورة هنالك رياح مثيرة للأتربة من 26 إلى 14، وفي جدة من 24 إلى 18 درجة مئوية. في أبها من 22 إلى 12، في الباحة من 20 إلى 13، وفي جازان من 28 إلى 25 درجة مئوية في ساعات المساء. في الدمام 23 إلى 17، في الإحساء 27 إلى 15، في حفر الباطن هنالك فرص لزخات من الأمطار 15 نهارا و9 درجات في ساعات الليل. في العاصمة الرياض 26 إلى 17، في بريدة من 22 إلى 10، ولكن مع وجود فرص لزخات من الأمطار كذلك الأمر في حائل من 21 إلى 8 درجات مئوية. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.